من كرة ثابتة في الدقيقة 21، كما نتابع المباراة المنقولة الأخرى، إذن بهدف مقابل لا شيء يتقدم فريق الجيش كما نتابع. ومن غير محمد واكد مثل هذه الأهداف؟ كابتن جورج لاعب كبير، لاعب يتألق يعني وحافظ على مستواه بشكل كبير، أكيد بجهد احترافي فعلا مميز. الهداف هو أول مهاجم، هو التمركز هذا يعني الواكد بتحسه تمركزه بالملعب بشكل، بس حتى ما نظلم كمان فتوة الحياة، شفنا شوي عم نتابع بعض اللقطات كمان فريق الفتوة كان ند الحياة لفريق صحيح. الجيش من خلال يعني بس هدف يعني رائع، طبعا خطأ من الحارس أكيد خطأ من الحارس يعني إذا بهدف مقابل لشيء يتقدم فريق الجيش مع نهاية الشوط.